السلام عليكم استكتر، شو اخباركم؟ لا ما كنت شر اليوم، انا بابجي موبايل مرة تانية اليوم شايل الحنا بسولو. كل يوم انا بمسح هذاك الرتش ومديني غفرة. طيب شو بعمل صار؟ شو بدك تجيب يعني؟ ردي بقى من عم تشي. بتقولي من عم تشي. حطي حطي جريدتك هاي. هي. وطيله ايه؟ وطيله ايه؟ لما بدي غطيه كان مهل عم يحكي عن صحيح اليوم نشان احنا بصاله بنفوت. شو عم يحكي؟ كم ننزل زعران البلازا جبان البلازا هنا مرة ما جديد شباب بس اجا ثانية زيادة عن الوقت وزات ربحت الجام بس خلص من بعد الفيديو هو عاد شيء لحكيه ايش ما كار مول السكور اول كل والله دخلت غدا ها لا ما رحت انا تحت طب الثاني Thank you.
أكيد ما كان من أول شيء. نزل لها سيارة سيارون لو بسيطة يعني وجدت فواكه خضراء ايوه سمعت اخيك اخي ايش اللي بيضا يلا Thank you.
واسم الحال حيربح. واسم الحال حيقتلني كامل. واسم الحال هو اللي حيقتلني. وانا بيسي. معبورة مخباية. زعلاني اخد عن خطرها السابق. ضرب فيها. ايه خليت اكل اكتر. هتعلم كيف تهبش. حرام عليك. لا انا بالعادش توبيلي بكيف المنسر بتتنوبيه. انا من هيطلع التايف محاول عشان لين نحبوس وين وين خلص خلص نكت نكت يا نوب 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 لك شو انا عم جرجرب بطنه مش عم بعملها فيها يا حرام هي خافه عم تنزل اولادها ها لما معود يجرجرها مش اول مره الا ما بطنه فاضيه بس هذا بطنه مليانه اهرب كيف بده يسوي وانت حاطه مش مبين نهائيا كيف بدك تسوي؟ بتقرب لهون انت عم تلعب لعب ولاد انت انا اشترينك مثلا اذا اختار مرشح باندج جرى اضافه علامه واحده الى رصيده رصيد مدى الفلسفه على اعتبار ان الخطا خلينا نروح بسرعه بسرعه يا عم بدمنا الزم جهاز الكمبيوتر باحتساب رقم سؤال مع علامه السؤال وبالتالي فاذا اختار مرشح سؤال رقم اثنين تضاف علامتين وانا اختار الثلاثه طيب هونيك نطلع يا الله درعم يلا بس رح تمشي بلاش عمل على يعني تحسين وضع الامتحان بس السلام.